نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة وإن المفترض أن يتم بحثه فيها قبل أن يتوجه أيضا الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. يكون معنا سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سيادة السفير، صباح الورد يا فندم. أهلا، صباح الورد، أهلا بيك. هسأل حضرتك سؤال وصحح لي لو كنت غلطان، يعني مش مشهد كان مألوف دائما أن يكون في زيارات إفريقية والخروج بعدها أو السفر بعدها للولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن ده خلينا نقول شكل مختلف، صح كده ولا لا يا فندم؟ هو يدي لمسة لون معين للصورة طبعا أن الرئيس أحد الأوجه اللي هيعرض نفسه فيها في واشنطن أنه رئيس الاتحاد الإفريقي، ده شيء يضيف للعمق. لعلمك احنا كسفراء في افريقيا بيبقى لنا وزن اكبر لانها مصر طبعا، ويضاف اليه اننا نمثل الدول العربيه، لان مش كل الدول العربيه ممثله في كل الدول الافريقيه. بعدين برضو حاجه عاوز اصلحها، احنا ما اختفيناش من افريقيا، احنا موجودين بكثافه من اكثر دول العالم تمثيلا في افريقيا. احنا تراجعنا رئاسيا لل 20 سنة الأخيرة فترة معينة، صحيح، حكم الرئيس مبارك نتيجة حادثة أديس أبابا. نعم، زي السن الرئيس ما كانش بيسافر كتير، وده أثر على العلاقات على المستوى الرئاسي. أنت هنا بتخسر نتائج ما يسمى دبلوماسية الرئاسة. بالتأكيد أنت أنا يعني حضرت زيارات رئاسية كثيرة طبعا على مدار عمري، اللي بتعمله في سنوات وأنت سفير أو وزير تعمله في نص ساعة وانت قاعد مع الرئيس، لأن رئيس لرئيس ممكن يتخذوا أي قرار لصالح العلاقات في دقائق طبعا. ومشاعر الود والصداقة أحيانا بتكون دافع لتطوير العلاقات دي أحيانا، يعني اللمسة الشخصية هامة جدا. هقول لك سر لطيف، إن الرئيس في أول خروجاته لما من 4 سنين راح حضر مؤتمر دافوس في سويسرا، وعلى هامش المؤتمر قال لبعض الزعماء منهم أنجلا ميركل يعني عاوز اقول بانها يعني اعجبت بيه جدا، ووجهت له الدعوه لزياره برلين. السفير الالماني اللي كان بيحضر للزياره جه زارني في مكتبي وقال لي السر ده، ان الكيمستري الكيمياء الشخصيه بين الشخصيتين عملت دورها، وبالتالي صارت هي مستمع جيد لما يقوله رئيس عبد الفتاح السيسي. كل دي طبعا رغم بعض التخوفات قبلها انا فاكر في هذه الزياره، بتزيد لمسات من المصداقيه على الزياره. لكن احنا موجودين في افريقيا الحمد لله الان، البركه في العهد الجديد ان الرئيس بيفتح كل الملفات، ما فيش ملفات مقفوله. سياده السفير، الصين وموسكو دلوقتي بنروح واشنطن، رحنا اوروبا، اوروبا جت لنا في شرم الشيخ، مفتحين كل الملفات. خليني اسال حضرتك سياده السفير، هل في دلاله معينه على زياره الرئيس لمثلا كوتيفوار، سنغال، وغينيا قبل الزياره بتاعت الولايات المتحده؟ زي ما بقول، هو يدي لمسه ان نحن قادمون من افريقيا، لان احنا دلوقتي بنحاول نعمل حاجه اسمها التعاون المثلثي. مصر لها دور قديم جدا، الصندوق المصري للتعاون الفني في افريقيا، ودلوقتي الوكاله المصريه للتنميه في افريقيا بتقوم بدور، صحيح، لكن راس مالها على قدنا. الوقت بنعمل تعاون مثلثي، اقنعنا الاتحاد الاوروبي ان يكون في تعاون يستخدم الخبره المصريه في الدول الافريقيه بتمويل اوروبي، تمام، وتمويل عربي برضه، والان نسعى الى ان يكون في تمويل امريكي، وده مش صعب. يعني انا سفير امريكا في البلد اللي كنت فيها في افريقيا وهو بيودعنا كما نقول، قال لازم نفكر في يوم من الايام ان امريكا ما لهاش نفس الثقل في افريقيا، خدي بالك، صحيح، امريكا ليست لها نفس الثقل المصري في افريقيا، ان ممكن ان يكون هناك بيننا تعاون مثلثي، مصر افريقيا امريكا، مصر افريقيا العالم العربي او اوروبا، بحيث نتوسع في هذا التعاون. ومهما اوصف لك حضرتك الافارقه يقدرون دور مصر صحيح بلا حدود، صحيح. طيب اروح مع حضرتك بقى للجانب الامريكي، ويمكن هذه الزياره ايضا في غايه الاهميه لانه توقيتها كمان خطير كما بيقول بعض الخبراء. واحنا بالحديث عن افريقيا فكان في ايضا دعوه امريكيه لتوقف قوات الجيش الوطني الليبي عن استقبال مهامها في طرابلس، وفي هذا التوقيت بيتجه الرئيس للولايات المتحده الامريكيه، وهناك ايضا سجال دولي في هذه النقطه. هل تعتقد ان مصر قادره على تقريب وجهات النظر او تغيير الصوره او الدفع نحو وجهه نظر مختلفه عن الحاليه؟ مصر قادره، والرئيس عبد الفتاح السيسي
بملفاته، ده راجل كان رئيس المخابرات المصريه، فعنده الملفات دي بكل تفاصيلها. وطبعا الزياره جايه في مرحله دقيقه جدا نتيجه المواقف الامريكيه الاخيره السلبيه تجاه القضيه الفلسطينيه، واحنا مش رايحين نقول شيء معادي او مضاد، احنا بنقول اللي انت عملته ده ليس في صالح امريكا، بل الاكثر وانا بقول ده بكل ثقه ليس في صالح اسرائيل. ما هو مستقبل اسرائيل ان تستمر في حاله احتلال اراضي وعدوان على جيرانها؟ تخيل معايا، وانا بدرس على فكره في الحاجات الكورسات الحبيبه الي، تخيل اسرائيل بعد 20 سنه يكون شكلها ايه؟ لا مستقبل لها طول ما هي في حاله عدوان واحتلال اراضي والتوسع. لكن اسرائيل كل المستقبل لو قبلت بدوله فلسطينيه، اثنين لو قبلت بانها تعيش مع الجيران على قدم المساواه، ده كان اول شرط في خطبه الرئيس السادات لما راح الكنيسة في القدس في السبعينيات. صحيح. ما تعاملوناش على انكم قوه عظمى، لان انتم ما انتوش قوه عظمى. بالتاكيد. القوه العظمى الاقليميه في المنطقه هي مصر، وينبغي ان تتعاملوا معنا بنديه وسنسمح لكم بهذا. ده بالنسبه للجولان والقدس. ليبيا يا فندم سريعا ايضا. نعم. ده بالنسبه ايضا هنتكلم في سوريا وليبيا وليبيا في اليمن. وواضح ان احنا قاب قوسين او ادنى، القوى الوطنيه في ليبيا قاب قوسين او ادنى ان تحقق استقرار بانتصار معين. افتكر دي مدخلنا يا ايها الامريكان، سيبوا ليبيا تستقر بقى، ويبقى في يعني القوى الوطنيه تسيطر على الحكم، ونستطيع بهذا ان نخرج جميعا كاسبين. ومصر اول من يكسب، لان دي دوله على حدودنا الغربيه ومحل كما تعلم يعني صداع كبير. صحيح. للامن القومي المصري. ولن نسمح ابدا، ليبيا بالنسبه لنا خط احمر لانها حدود مباشره. اذا زياره مهمه اكيد هتتابعها طبعا مفرداتها مع حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا سياده السفير جمال بيوم، مساعد وزير الخارجيه الاسبق. شكرا جزيلا.